يمضي المساعد عبد الرحمن أبا محمود مدير مركز الشرطة في مدينة عنادان يومه في تسيير الشؤون المدنية في ريف حلب الشمالي، لا سيما بعد تعاظم مسؤولية الشرطة في الآونة الأخيرة وتوسع واجباتها بعد أن وصل عدد من أهالي حلب المهجرين. كل شيء هم المواطن المدني نقوم به بإذن الله، حتى نقوم بإسعاف بعض الجرحى بالتعاون مع الدفاع المدني والمستشفيات، نقوم بتنظيم مرور سيارات الإسعاف أحيانا أثناء القصف، نقوم بإرشاد المواطنين للاختباء أحيانا أثناء القصف، نساعد الأطفال بإجلائهم إلى بيوت أو إلى أماكن أو ملاجئ آمنة. كل شيء يهم المواطن أو يخدم أمن المواطن وأملاكه نقوم به، نزرنا أنفسنا لخدمة المواطن المدني بإذن الله في هذه المدينة. تنظيم المرور وضبوط السرقة وشهادات الولادة والوفاة وتصريحات نقل الأثاث المنزلي وغيرها الكثير من الأعمال، والتي زاد عليها في ريف حلب الشمالي تسلم الشرطة للنقاط الأمنية والحواجز في بادرة يطالب البعض في تعميمها على جميع المناطق المحررة، بحيث تكون جميعها تابعة لمؤسسة واحدة بما يضمن تحقيق الأمن العام. عم نقوم حاليا بتغطية النقط الأمنية ودوريات الجوالية على المفارق والطرق الرئيسية. طبعا عملنا صار على الحواجز بعد الخلافات اللي صارت، ودخلنا نحن كطرف ثالث بحكم انه نحن مؤسسة مدنية وبطلب من اهالي المنطقة. طبعا نحن شغلتنا حماية الممتلكات العامة والخاصة وتدقيق على الأخوة المواطنين الداخل والخارج وحمايتهم قدر المستطاع يعني، والله يجزيكم الخير. يقول عناصر الشرطة الحرة في ريف حلب الشمالي إن الخبرة التي يتمتعون بها وطريقة تعاملهم مع مختلف القضايا أكسبهم ثقة كبيرة لدى الأهالي، مؤكدين بأنهم وضعوا نصب أعينهم تحويل شعار الشرطة في خدمة الشعب من شعار يكتب في عهد النظام إلى غاية يعملون بكل طاقاتهم على تحقيقها. بعد أعوام من العمل والتنظيم، باتت الشرطة الحرة ركيزة أساسية يجري الاعتماد عليها في تنظيم العمل الأمني، إضافة لاستلامها لعدد لا بأس به من النقاط الأمنية في سعي لتنظيمها. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، ريف حلب الشمالي.